نغني مع بعض، بدنا نغني لبلدنا من كل المدن السورية أو معظم المدن اللي قدروا يجوا، رح يجوا قدرنا نستضيفهم، رح يجوا لدمشق لنقضي 3-4 أيام مع بعض، لنلتقي ولنغني. أحياناً بيقولوا لي شلون يعني ليش بتغنوا 4 أصوات أو 5 أصوات؟ هذا الشيء كثير مهم نشرحه كمان، لأنه مثل ما إذا أخذنا لوحة موزايك أو فسيفوساء في حجار ملونة مختلفة الألوان بين بعض البعض، لكن مع بعض بيعطوا لوحة جميلة. فالكورال نفس المبدأ والأوركسترا نفس المبدأ، بس الكورال أسهل لأنه ما في آلات، ما حدا بحاجة أنه يتعلم آلة، الآلة موجودة جواتنا. وفي شيء أحلى كمان، أنه الروح هي بتطلع مع الصوت. الجوقة أو الغناء الجماعي هو بلد مصغر، يعني بتلاقي أشخاص مختلفين فيما بيناتهم، كل واحد عنده طبيعة، عنده موهبة مختلفة، بس بتجمعهم الجوقة بيعطوا صوت واحد، بتعطوا لوحة واحدة. هي التشبيه اللي نحن كجوقة مرأة فرام السرياني.